في أشخاص كتير بيبدعوا بأعمالهم والزمن بيلعب دور مهم في حرفتهم. رح نتعرف على شخصية احترفت عملها وشهدت حقب زمنية مختلفة من مكانها بالتقرير مع الزميل نور مرزوق. بالقرب من حسبة رام الله وسط المدينة محل بالاسم لتصليح الأحذية. هو أصلاً لا يحتاج للتعريف لأنه أضحى بحد ذاته تعريف للمكان. ابتدى أبوي بدك تقول في العمل يمكن من 42 فيها لأنه كان زمن الانتداب. أشخاص كتير بيبدعوا بأعمالهم والزمن بيلعب دور مهم في حرفتهم. رح نتعرف على شخصية احترفت عملها وشهدت حقب زمنية مختلفة من مكانها بالتقرير مع الزميل نور مرزوق. بالقرب من حسبة رام الله وسط المدينة محل بالاسم لتصليح الأحذية. هو أصلاً لا يحتاج للتعريف لأنه أضحى بحد ذاته تعريف للمكان. ابتدى أبوي بدك تقول في العمل يمكن من 42 فيها لأنه كان زمن الانتداب البريطاني حتى وتدرب في كان هناك زي ما تقول كامبات والكم كانوا يعملوا فيه مشاغل وأبوي يتدرب معهم في هذا العمل وزي ما تقول كانت حالة الناس المادية ضعيفة جدا أيامها وزي ما تقول كان الإشي مبسط جدا فأخذ صندوق يعني كان يحكي لي أنه أنا أخذ صندوق وفيه معدات وفيه شغلات وعملات زي اللوازم للأحذية وكان يروحوا زي ما تقول يتنقلوا من قرية لقرية لأنه كان وضع الناس بسيطة جدا في سنة 90 بتعرف البني آدم إلا له نهاية في مطافه رحمة الله عليه الولد أعطاك عمره فأنا كنت أشتغل زي ما تقول في شغله ومتابع معاه وكملت أنا في المهنة تبعي. بين هذه الجدران الضيقة التي اتشحت بالسواد والماكينات البسيطة التي أخفتها الزيوت والبوية الداكنة يعمل الكندرجي أبو صالح يوميا لأكثر من 14 ساعة. إصلاح الأحذية مهنته التي يحب، قضى فيها عشرات السنين يمارسها بشغف لا ينتهي. إذا أنت بتحب الشغل اللي أنت بتشتغل فيه بتبدع فيه، يعني أنت بتبدع بشكل، لأن أنا ما بتعامل معها إنه والله أنا شو بدي يدخل علي أو والله شو بدي أربح أو شو بدي أخسر، لا أنا بحسب إنه هذه شغلة فنية ممتازة أنا من نفسيتي لازم أعمل فيها وأنا بحبها، يعني أنا بكون منسجم معها بشكل القناعة كنز لا يفنى. الإنسان لازم يكون كمان، أما إذا بدي أطلع أزود مني بتعب، فالبني آدم دائما يتابع أموره على قد طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا مش يعني مثلا بدي أشوف الناس الله يرزق جميع الناس، أنا بقول الحمد لله كان عام وقد ما فيها بك فيها زي ما كلها. عمله وموقع المحل ناهيك عن حبه للناس جعله معلما من معالم المدينة، فقليلون هم من لا يعرفون كندرج الحس. في أشخاص كتير بيبدعوا بأعمالهم والزمن بيلعب دور مهم في حرفتهم. رح نتعرف على شخصية احترفت عملها وشهدت حقب زمنية مختلفة من مكانها بالتقرير مع الزميل نور مرزوق. بالقرب من حسبة رام الله وسط المدينة محل بالاسم لتصليح الأحذية. هو أصلاً لا يحتاج للتعريف لأنه أضحى بحد ذاته تعريف للمكان. ابتدى أبوي بدك تقول في العمل يمكن من 42 فيها لأنه كان زمن الانتداب البريطاني حتى وتدرب في كان هناك زي ما تقول كامبات والكم كانوا يعملوا فيه مشاغل وأبوي يتدرب معهم في هذا العمل وزي ما تقول كانت حالة الناس المادية ضعيفة جدا أيامها
وزي ما تقول كان الإشي مبسط جدا، فأخذ صندوق، يعني كان يحكي لي إنه أنا أخذ صندوق وفيه معدات وفيه شغلات وعملات زي اللوازم للأحذية، وكان يروحوا زي ما تقول يتنقلوا من قرية لقرية لأنه كان وضع الناس بسيطة جدا. سنة 90 بتعرف البني آدم إلا له نهاية في مطافه، رحمة الله عليه الولد أعطاك عمره، فأنا كنت أشتغل زي ما تقول في شغله ومتابع معاه وكملت أنا في المهنة تبعي. بين هذه الجدران الضيقة التي اتشحت بالسواد والماكينات البسيطة التي أخفتها الزيوت والبوية الداكنة، يعمل الكندرجي أبو صالح يوميا لأكثر من 14 ساعة. إصلاح الأحذية مهنته التي يحب، قضى فيها عشرات السنين يمارسها بشغف لا ينتهي. إذا أنت بتحب الشغل اللي أنت بتشتغل فيه بتبدع فيه، يعني انت بتبدع بشكل، لان انا ما بتعامل معها انه والله انا شو بدي يدخل علي او والله شو بدي اربح او شو بدي اخسر، لا انا بحسب انه هذه شغلة فنية ممتازة انا من نفسيتي لازم اعمل فيها وانا بحبها، يعني انا بكون منسجم معها بشكل القناعة كنز لا يفنى. الانسان لازم يكون كمان، اما اذا بدي اطلع ازود مني بتعب، فالبني ادم دائما يتابع اموره على قد طاقته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا مش يعني مثلا بدي اشوف الناس، الناس الله يرزق جميع الناس، انا بقول الحمد لله كنعان وقد ما فيها بك فيها زي ما يقولوا. عمله وموقع المحل ناهيك عن حبه للناس جعله معلما من معالم المدينه، فقليلون هم من لا يعرفون كندرج الحسبه ابو صالح. نور الدين مرزوق، الفلسطينيه. يعني من موضوع صغير ممكن انه الواحد عبر زمان، خلينا نحكي قديش وحكي 30 سنه، ممكن انه يعمل له ويصنع لحاله هو مركزه وايش هو بيقدر انه